الاعاقه ما بين المؤسسه الملكيه ورئاسه الحكومه في هذه الزياره. فاولا لم يتم اختيار مكالمه هاتفيه او اتصال مباشر بين الملك وبين بلكيران، وانما تم ذلك عن طريق مستشارين في الديوان الملكي. ثانيا لم يتم ذلك في بيت بلكيران ولا في مقر الحزب، وانما تم داخل مقر رئاسة الحكومة لكي يعطي الموضوع البعد المؤسسي. ثانيا حسب البلاغ الذي نشر في وكالة المغرب العربي للأنباء، الأمر يرتبط بتخريجة دستورية صريحة ترتبط بقلق المؤسسة الملكية من تأخير الانتخابات والرغبة في أن يسرع رئيس الحكومة المعين من في مشاورات لتكوين الحكومة، لأن الأمر يرتبط بانتظارات الشعب، وهذا من صميم الوظيفة الدستورية للملك. فإذا في كل هذه المؤشرات الثلاثة الأمر يرتبط بعلاقة مؤسسية محكومة بالنص الدستوري. نأتي إلى النقطة الثانية والمرتبطة بالشكليات الدالة. فالملك بعث شخصين مستشارين، الأول له اختصاص دستوري معروف وله وضع رمزي على هذا المستوى بحكم أنه كان يرأس اللجنة التي كلفت بصياغة الدستور. ثم كلف شخصا آخر معروفا في الأوساط معروف في أوساط العارفين ببروفايلات المستشاري الملكي الملكيين بأنه شخص يعني جيد الاستماع، وأنه ينقل الإشكالات كما هي، بما يعني بأن الملك يريد فعلا أن يتعرف حقيقة على جوهر الإشكال. ثم هذان الشخصان لا يثار عليهما أي إشكال مرتبط بالتوتر في العلاقة مع رئاسة الحكومة، بما يعني بأن الاعتبار الشكلي أيضا له بعد إيجابي. حسب نص البلاغ الأمر يرتبط بقلق وبرغبة في تسريع تشكيل الحكومة، ما يعني بأن كل الفرضيات التي تم الحديث عنها والتي يرتبط بعضها باجتهادات بين قوسين دستورية، هذه الاجتهادات لا أصبح الآن لا محل لها من الإعراض. ثم أيضا الكلام الذي كان يتم حول إمكان اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، أيضا هذا الكلام صار الآن وراء الظهور ولا يمكن أن يكون له محل. كل ما يمكن أن نقوله الآن بأنه هذا اللقاء هو لقاء يمكن أن نقرأه بشكل إيجابي، لأنه يدفع اتجاه سريع في تشكيل الحكومة. وأتوقع بأن الإشكالات المرتبطة بين الفرقاء ستدلل، وسيكون من السهل في الأيام القليلة القادمة سيكون من السهل حلها وإيجاد توافقات بشأنها. وأنا أتوقع أن يكون هناك لقاء قريب جدا بين رئيس الحكومة المعين وبين السيد عبدالعزيز أخنوش. وبالمناسبة لحد الآن حزب التجمع الوطني الأحرار لم يتحدث بشكل رسمي عن شرط اسمه إخراج حزب الاستقلال، فهذا مثار إعلاميا، وأيضا هذا مما تحدث به رئيس الحكومة. أتصور بأنه ما دام أن التجمع الوطني الأحرار لم يصرح بشكل
بشكل رسمي بأنه يرغب في إخراج حزب استقلال، فإن قضية حزب استقلال لن تطرح ربع في اعتقادي، لن تطرح أي مشكل، وأنه سيتم التوافق قريبا على تشكيل الحكومة. هذه كلها تخمينات لا أساس لها من الصحة، لا على المستوى الدستوري ولا على مستوى التحليل السياسي. الملك التزم منذ مدة وهو يعطي دروسا في الالتزام بالمقتضيات الدستورية حتى في أشد اللحظات وفي بعض الأزمات السياسية، كما حدث في أزمة 2012 لما هم حزب الاستقلال بالخروج وطلب تحكيما مدنيا. الملك التزم بالنص الدستوري، ولحد الآن هناك حكمة كبيرة، حكمة ملكية كبيرة في التعامل مع الفرقاء وفي الالتزام بالنص الدستوري. ما قام به الملك الدستوري 100% ويدل على استيعاب عميق لمقتضيات الدستور وعلى تنزيل على حسن تعامل مع الوضع. هناك قلق شعبي وهناك قلق ايضا سياسي من تاخر تشكيل الحكومه، والملك بمقتضى الفصل 42 هو المؤتمن على سير المؤسسات، واظن ان هناك اشكال مرتبط بسير المؤسسات بسبب تاخير الحكومه. البرلمان لحد الان معطل وبنيته معطله، وليس هناك قانون ماليه، والمغرب يسير بمراسيم. فلذلك اظن بانه من حق الملك ان بالصلاحيات التي اعطاها له الدستور، خصوصا الفصل 42 المرتبط بالسهر على حسن سير المؤسسات، من حق الملك ان يتدخل بشكل مؤسساتي من اجل ان يدعو رئيس الحكومه الى الاسراع بتشكيل الحكومه. ليس في الامر اي تدخل في صلاحيه رئيس الحكومه في التشكيل، ولا اي فرض لشروط معينه. الملكيه تعرف واجباتها، واظن بان الفرقاء السياسيين سيستوعبون هذا التوجيه الملكي وهذا التدخل الملكي الدستوري، وسيضعون مصلحة البلاد على رأس الأولويات، وأظن أن الأمور ستتحسن.